بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في سفر الأعمال إصحاح 13 عدد 48. أفكركم بالجزء ده. احنا في إصحاح 13 بدأنا ما نسميه الرحلات التبشيرية. الرحلات التبشيرية يعني إيه؟ قبل كده ربنا زق الناس من اليهودية للسامرة بعد موجة اضطهاد، وبعض الناس راحوا أنطاكيا واستقروا وأصبح في كنيسة قوية في أنطاكيا، وبرنابا راح طلب بولس من طرسوس وقال له تعال اخدم معايا في أنطاكيا، وبقت خدمة أنطاكيا كده مليانة نشاط وحيوية. وبعدين فجأة الروح القدس بيقول للأباء افرزوا لي برنابا وشاول للعمل اللي ايه دعوتهم اليه. والعمل ده كان ايه؟ ان هم يطلعوا يدخلوا على اسيا، لان انطاكيا دي في سوريا، داخلين بقى تركيا اللي هي اسيا الصغرى، ويلفوا فيها ويأسسوا كنايس ويقدموا المسيح له المجد. وزي ما شفنا في اول اصحاح 13 عدوا على قبرص الاول وحصل فيها مواقف انه كان في ساحر معطل للكرازة، وربنا استخدم بولس الرسول وضربه بالعمى عشان معطل لكلمة ربنا، والوالي آمن. وبعدين دخلوا على أسيا لقينا القديس مرقس بينسحب من الخدمة، وبعد كده ابتدى يبرشر ويدخل في جوه أسيا، وسمعنا عظة طويلة قالها القديس بولس. وبعدين عرفنا أن الأسبوع اللي بعده كل البلد تقريبا اللي كان فيها اجتمعت عاوزة تسمع القديس بولس. يقول في السبت التالي من عدد 44 اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجهر بولس وبرنابا وقال كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية هو زان توجه إلى الأمم، لأنه هكذا أوصانا الرب قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. وقلنا ده كان تسلسل تاريخي مهم، أن الكرازة تبدأ باليهود واليهود يعندوا ويرفضوا، ويبقى الباب المفتوح السهل هو باب قبول الأمم، وانتقلت الكرازة بسهولة إلى الأمم في كل بلد تقريبا في العالم. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. كلمة معينين ممكن تلخبط حد. معينين للحياة الأبدية، هل ده يعني أن ربنا عنده خيار وفقوس بيعين ناس للحياة الأبدية هو بيقول في ناس مش عاوزهم؟ لا، وإلا يتعارض مع قول الكتاب الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون. إذا كان يريد أن الجميع يخلصون إذن إرادته وحدة تجاه كل البشر، لأنه محب البشر ده لقبه. طيب ليه بيقول معينين؟ هذا التعيين شرحه بولس في رسالة رومية بصورة مستفيضة، وقال إن التعيين ده بناء على علم الله السابق برد فعل الإنسان. فربنا سبق وشاف إن الناس دول هيقبلوا الإيمان فعينهم للحياة الأبدية، وسبق شاف إن الناس دول هيفضلوا طول حياتهم يتعرض عليهم الإيمان وهم بيرفضوا، فقال خلاص دول مش هينفعوا يدخلوا السماء. فهنا التعيين بناء على سابق العلم، الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. كمان لكي يثبت قصد الله، يعني ايه؟ يبقى باين ان ربنا فعلا عارف بكل شيء وعالم بكل شيء، وبيعين على اساس ايه؟ هو نعمته فياضة للكل، لكن فاضل دور ارادة الانسان. اول ما الانسان يريد والله يريد خلاص الحكاية بتمشي. الله يريد خلاصك، إن أردت أنت أيضا أن تخلص نفسك هتخلص، لأن ربنا عاوز خلاصك.
لكن إن لم تريد طب هيعمل إيه ربنا؟ عشان كده تلاحظوا أن احنا داخلين في الصوم الكبير على الأسبوع الخامس بعد السامرية، يعني هتلاقوا المسيح بيقول للرجل المخلع إيه؟ أتريد أن تبرأ؟ طب ما هو يا رب مشلول 38 سنة، بس يمكن اتعود ويمكن مش عاوز يخف ويمكن عجباه الشحات ويمكن ما عندوش أدنى إيمان أنه ممكن يقوم. فقال له أتريد أن تبرأ؟ هنا ربنا مستني إرادته كمان تتجاوب مع إرادة المسيح له المجد. فقال له ده طبعا، أنا ملياش حد يرميني في البرك، ده أنا كل مرة أجي أقرب من البركة زحف كده يكون حد تاني سبقني، إذا عنده إرادة. قال له قوم. فهنا جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية. طب الواحد يقول أنا أعرف متعين ولا مش متعين إزاي؟ ما تفكرش في دي، أنت اللي تفكر فيه. ارحمني يا رب عشان أكمل عمري كله أطلب ملكوتك، بدل هطلب ملكوتك هتدخلني ملكوتك. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، واطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، كل من يطلب يجد. طالما أنت مقضي عمرك بتطلب الملكوت، تريد الملكوت، وإرادة ما هياش مجرد مزاج يعني أو رغبة، لا، إرادة فاعلة، يعني بتصلي وبتجاهد وبتبعد عن الغلط وبتحب ربنا وبتخدم الناس، يبقى أنت عاوز فعلا السم، يبقى أنت كده ماشي في اتجاه الحياة الأبدية. وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. كلمة ربنا لما تنتشر ساعات تبقى شبه النار. فأول سفر الأعمال لقينا أن الروح القدس انسكب على رأس التلاميذ على شكل ألسنة من نار. وقلنا الروح القدس ناري، إلهنا نار آكلة. النار دي معناها حب شديد في القلب، حرارة، والنار دي معناها غيرة جوه قلب التلاميذ وجوه قلب الناس الروحيين، والنار دي معناها مفيش شوائب، مفيش خطايا، النار بتحرق الكلام ده. لكن النار دي كمان نار الكرازة. ليه؟ تلاقوا كلمة ربنا بتمشي زي النار، يعني من واحد لواحد لواحد، وتلاقي زي نار تمسك في زرع كده، تلاقي ما انتش عارف توقف، أو تمسك في حاجات خشب تلاقيها عمالة تجري، ويبقى صعب انك تفرملها. نار الإنجيل كده، نار كلمة ربنا كده، كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فكلمة ربنا القوية لما تأثر في قلب تلاقي القلب أثر في قلبه والقلب في قلبه، وتلاقي الحكاية ماشية بسرعة. لكن هل كل القلوب تستجيب؟ لا، بدليل قول الكتاب اليوم إن سمعتم صوته إيه فلا تقسوا قلوبكم. يبقى في واحد تيجي كده زي نار تيجي عند حتة ما تحرقش. ليه؟ النوع ده ما بيتجاوبش، ما بيتحرقش، ما بيولعش. لكن هنا يقول انتشرت في كل الكورة. إذا كلمة ربنا كانت ماشية في البلاد دي بسرعة شديدة أكتر ما كانت ماشية في بلاد اليهود. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة. في كل بلد في فئة يهودية، واليهود معروفين يحبوا دائما إيه؟ يبقى لهم علاقات مؤثرة في كل بلد على المستوى يعني السياسي والاقتصادي. ففي بعض الستات اليهوديات الأغنية، اليهود بقى اللي كارهين بولس وكارهين تعليم المسيح، متغاظين أنه تعليم المسيح مشي في الأمم حواليهم وأن الجماعة الوثنيين بيؤمنوا بالمسيح. فحركوا النساء الشريفات اللي هم يعني مستواهم عالي، ووجوه المدينة اللي هم الجماعة الأكابر، وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابة وأخرجوهما من تخومه. عملوا اضطهاد شديد واضطروهم يطلعوا من البلد خالص. يبقى تاني بتكرر نفس القصة. الكتاب المقدس بيقول لنا نفس الحكاية، كما كان هكذا يكون. كلمة ربنا تمشي بسرعة والاضطهاد يجي في وشها على طول، لأن الشيطان مش ممكن يتفرج. وكلمة ربنا مرتبطة بخادم روحاني نقي زي بولس وبرنابة، ومرتبطة بقلوب مستعدة تقبل الكلام. زي في مثل الزارع، البذرة حلوة والأرض طيبة، خلاص تبقى أرض جيدة وتزرع. لكن ما فيش عيب في البذرة، كلمة ربنا، العيب دايما في الأرض، في أرض كويسة وأرض مش كويسة. أما هما فنفض غبار أرجلهما. التعبير ده فكرنا بتوصيات ربنا يسوع زمان
لما بعت التلاميذ أول مرة قال لهم شوف تروحوا كل قرية اتنين اتنين وكل قرية تعملوا فيها كذا وكذا وكذا، خرجوا شياطين، اشفوا مرضى، مجانا أخذتم، مجانا تعطوا، تاخدوش فلوس من حد، تسلموش على حد في السكة عشان ما حدش عطلكم، البيت اللي تدخلوه ما تغيرهوش كتير عشان ما تنشغلوش بالمجاملات. وكان مديهم توصيات صريحة وواضحة يعملوا ايه وما يعملوش ايه. من ضمن التوصيات قال لهم لأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم اخرجوا على بابها وانفضوا غبار أرجلكم شهادة عليهم وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت السماوات. يعني الآخر لحظة وانتوا برضو خارجين بتقولوا لهم ايه، برضو بنقول لكم الأيام قليلة والملكوت جاي. لكن نفض غبار الأرجل ايه قيمته؟ قيمته معناه أولا شهادة عليكم، يعني الكلمة وصلتكم وانتم مش عاوزين، محدش فيكم يجي في يوم من الأيام يقول معرفتش، لا انت ما قبلتش مش معرفتش، انت عرفت والكلمة وصلتك وعندت ورفضت بمزاجك، فيبقى الغبار ده الحركة دي كأنها بتشهد عليهم. الحاجة التانية بعض الآباء فهموها انه اذا ما كنتوش يا خدام او يا رسل قادرين تسيبوا خبر الخلاص على الاقل ما تاخدوش من ترابهم، يعني اذا ما اثرتوش فيهم التأثير الروحي اللي يدخلهم في طريق الخلاص ما تتأثروش بيهم التأثير الارضي اللي عطلكم انتوا عن خلاصكم، لان ممكن الخادم الذي يؤثر يتأثر فممكن يتأذي. فغبار الأرجل ده مقصود بيه ايه؟ وانت بتخدم اوعى تاخد من المخدوم امور تعطلك وتلخبطك، ده تراب. زي واحد رايح يكلم التاني عن ربنا يقوم التاني يستدركه في الحديث ويكلمه في السياسة والقلق والفلوس ويعكره ويلخبطه ويضعف ايمانه. يعني انت رايح تكلمه عن ربنا وتثبت ايمانه انت ايمانك اتلخبط؟ لا، كان المفروض تنفض غبار أرجلك، يعني تقول له لا حتى الغبار ده هسيبه لك، الأفكار دي مش عاوزها خليها لك، العيشة دي أنا مش عاوزها، السلوك ده أنا مش بتاعي، في طريق الخطى لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس، ده كل ده غبار الأرجل نفضوه. يبقى لا يتأثر الخادم بقدر ما يؤثر. أما هما فنفض غبار أرجلهما عليهم، عليهم دي الشهادة عليهم، وأتيا إلى أيقونية. أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. طب بولس وبرنابا اترفضوا، طب واللي آمنوا وتعمدوا فرحانين، حتى لو بولس وبرنابا سابوهم وراحوا بلد تانية، ما هو من بلد لبلد جوه آسيا لسه، لكن التلاميذ يقصد بيهم المؤمنين اللي تعمدوا كانوا فرحانين وكانوا يتزايدون أو يمتلئون من الفرح والروح القدس. يبقى سمة عامة للكنيسة الأولى أن كل اللي فرحان برب، كل اللي بيقبل المسيح ويتعمد ويتوب ويبدأ حياة جديدة كان بيبقى فرحان ومليان بالروح القدس. طب مليان بالروح القدس نرجع لإصحاح 2 أو إصحاح 4 ونشوف حياته، كانوا يصلوا كتير، كانوا يحبوا بعض، كان عندهم كل شيء مشتركاً، كانوا يجدون نعمة في عينين الناس، كانوا مركزين في ربنا قوي في السماء، كانت تعاليم المسيح شغلاهم طول الوقت، فكانوا ممتلئين من الروح القدس. احنا ايه اللي بيفضينا او ايه اللي بيعطلنا؟ ان احنا مشغولين بالدنيا، ان احنا بننسى ان احنا عايشين يومين ورايحين مسافرين، ان احنا بنهمل الامتلاء عن طريق الصلاة والتوبة والانجيل، ان في اولويات اخرى تعطلنا عن التفكير في ربنا وإرادته، فنفقد الملء الروحي ونفقد مع الفرح ونفقد الهوية، الشكل المسيحي الجميل بتاع الفرحان بربنا البسيط الوديع الشاكر الراضي اللي مش خايف من أي حاجة ولا خايف من الموت، اللي بيحب كل الناس مهما عملوا، هو ده بقى إيه؟ الشخص المليان. وحدث في أيقونية أنهما دخل معا إلى مجمع اليهود، مكملين في نفس الخط، يدخلوا البلد يسألوا عن المجمع، يشوفوا المجمع يوعظوا، يقولوا من النبوات، يثبتوا ان المسيح هو المسيح، وبعدين يشوفوا مين يقبل الكلام
وغالبا هيترفضوا من اليهود ويطلعوا للأمم. وتكلم حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين، ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة. نفس الفكرة برضه، الجماعة اليهود الغير مؤمنين متغاظين جدا، إزاي هيتسوى بيهم ناس وثنيين، وإزاي يهود منهم يؤمنوا بالمسيح، بالنسبة لهم دي بدعة أو هرطقة أو يعني حاجة غلط ضد موسى، شايفين كده. فأقام زمانا طويلا يجاهرا بالرب، يعني بالرغم من التحدي والهجوم المعادي إنما فضلوا مكملين يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته. يعني إيه ربنا يشهد لكلمة نعمته؟ يعني ما يبقاش مجرد كلام بولس كلام حلو، لا، كمان تأثير الكلام واضح، في ناس بتتغير، فربنا بيشهد للكلمة إن الكلمة دي مغيرة الناس مصلحة حياتهم. ويشهد لكلمته يعني يثبت الكلام بالآيات التابعة زي ما اتقال في الإنجيل. يعني ممكن بولس هو بيوعظ يختم وعظته مثلا ببعض المعجزات اللي تؤكد إن اللي قاله ده كلام حقيقي. فهنا يشهد لكلمة نعمته، إما إن الكلمة تغير المستمع يبقى دي كلمة قوية ما هيش كلمة بشر، ويشهد لكلمة نعمته إن اللي بيقولوا الكلام لهم نعمة من الله ان هم يشفوا امراض او يصنعوا عجائب. فدي شهاده من ربنا لكلمته. ويعطى ان تجرى ايات وعجائب على ايديهما، ربنا بيدي ايات وعجائب على يد بولس وبرنابا. فانشق جمهور المدينه، برضو العمليه في كل بلد بتتصاعد، يعني مسافه كم شهر تلاقي بقى ايه جمهور كبير بيحضر وشعبيه ضخمه وناس كثيره مقتنعه بالكلام وعاوزين يتعمدوا وفرحانين بربنا ومعجزات لا يمكن إنكارها، فتتقلب الحكاية. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود، يقصد غير المؤمنين، وبعضهم مع الرسولين، يقصد اللي أمنهم بالمسيح. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤساءهم هجوم، يعني دخلنا بقى في مرحلة الضرب والهجوم والاعتداء ومحاولة القتل، ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به، يعني بيبقوا عرفوا قبلها بساعات فبيهربوهم، ودي مش كذا مره تحصل، كل شويه بقينا نسمع ان بولس ايه بيهربوه من البلد كده عشان الناس هتموته. فهرب الى مدينتي لكونيه، لسترا ودربة، والى القرى المحيطه، وكان هناك يبشرا. لو بصيتوا على خريطه اسيا الصغرى تلاقوا الأماكن دي موجودة في الخرائط اللي في الأناجيل عندكم، فين أيقونية، فين دربة، فين لسترا، كلها بلاد جوا آسيا السخنة. وكان يجلس في لسترا رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه، ده رجل مقعد يعني مشلول من بطن أمه. وفكركم في واحد شبه كده في أعمال ثلاثة في الأول خالص، ده قام على يد القديس بطرس والقديس يوحنا لما فضل باصص لهم كده مستني يدوله حاجه، فبطرس قال له انا ما عنديش ذهب ولا فض لكن عندي حاجه تاني، الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قوم وامشي. وقام ومشي واتقلبت الدنيا كلها، لانه كان شحات مشهور، كان شخص على باب الهيكل، باب اسمه الجميل، بيدخلوا منه ناس كتير كل يوم، فخلاص مكانه معروف، شخصيه مشهوره يعني عشرات السنين كل الناس شايفاه في الدخل أو الخارجة من الهيكل. فما ينفعش إذا كان الراجل ده ماشي على رجليه، لا يبقى ما يقدروش يخبوا المعجزة. برضه هيتكرر حاجة شبه كده دلوقتي مع القديس بولس. رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط، ما هو بعض الأمراض ساعات الطفل يتولد عاجز أو يتشل من طفولته فيبقى غير قادر على المشي، كذا مرض يعملوا كده. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى، يعني بولس بص له كده، نفس تعبير شخص ده هتلاقوها في بطرس برضه. إيه النظرة دي العجيبة اللي بطرس ولا بولس يبصوا بها للشخص يعرفوا أن ده عنده إيمان؟ حاجة خبرة روحية، نعمة التمييز، قيادة الروح القدس،
لأن ما هو ممكن يبقى في مرضى كتير بس ما عندهمش إيمان، ومش كل المشلولين كانوا بيقوموا يمشوا. لكن كده الروح القدس يشاور لهم على شخص يقول لهم ده عنده استعداد. فشخص إليه ووجد أن له إيمانا، لأن جواه كده نظرات وإنصات وتركيز وقبول للكلمة، فحسن عنده إيمان ليش. قال بصوت عظيم ده بولس: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. يبقى هو كان بولس بيوعظه والتاني بيسمعه، ضمن مئات ويمكن آلاف بيسمعوا القديس بولس، لكن بدون ما يطلب الشخص. في الحالتين الشخص ما طلبش، لأنه لا في حالة بطرس كانوا عارفينه لسه بطرس ويوحنا، ولا في حالة القديس بولس كان محضر معجزات قد ما هو محضر كلام، يعني كان بيوعظ. قم على رجليك منتصبا فوثب، برضو نفس التعبير اللي قاله القديس لوقف أعمال ثلاثة، يعني مش بس وقف، ما هو واحد ممكن يبقى واقف بالعافية، لا ده وقف ويحرك رجليه ويتنطط، فحاجة يعني أبعد ما تكون عن أي حاجة طبية. الطب ما يعرفش يعمل كده طبعا، ده لو الواحد بس اتكسرت رجله وجبسها ثلاث شهور يقعد شوية عشان يحرك رجله بأي حركة، إنما مرة واحدة بعد سنوات طويلة يقف ينط كده. وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة الليكونية، لغة الليكونية دي اللغة أو المنطقة كلها اسمها كده، قائلين إن الآلهة تشبهوا بالناس. احنا بقى دخلنا على عالم يخضع أساسا للأساطير اليونانية. لما تروحوا اليونان ولا تركيا وتدرسوا التفكير اليوناني القديم، تلاقي أكتر بلد في العالم كان عندها آلهة أو يعني عندها حكايات عن الآلهة هي الجماعة اليونان، والإله الفلاني اتجوز الإله الفلانية وجابوا الإله الفلاني. طبعا الفراعنة كانوا عندهم شوية، وبلاد العالم ياما فيها أساطير، لكن اليونانيين بالذات يعني عندهم الموضوع ده كان شغلهم جدا. فهم بفكرهم الوثني، مع أن بولس قاعد يتكلم عن المسيح وعن الإله الواحد وطبيعة الحال هيتكلم عن إيه غير كده، هم مخهم راح في معتقداتهم هم. وهنا الشيطان ممكن يقلب الكلام وياخد بس حتة كده ويلخبط الناس. فقالوا خلاص يبقوا الآلهة، فينوس بقى، زيوس، كل الأسماء الغريبة اللي عندهم مثلا، يبقى بقوا بني أدمين هم وهم دول. الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. برضو واحد ممكن يقول مش دي قريبة للتجسد؟ لا مش قريبة. ليه؟ أولا في التجسد ما فيش غير إله واحد، إيماننا احنا ما فيش حاجة اسمها آلهة. وبعدين مش تشبهوا بالناس، لا المسيح تجسد يعني أخذ طبيعة بشرية حقيقية، فتولد ولادة بشرية وعاش عيشة إنسانية ومات موت إنساني على الصليب، لكن طبعا لاهوته ما فارقش ناسوته. فكرة أن الآلهة يتشبهوا بالبشر يمكن البعض يعتبرها يعني فكرة داخل تاريخ البشرية تساعد الإنسان يقبل الحقيقة، لكن للأسف الفكر الوثني كان ملخبطها ومدخلها في أساطير كتير قوي. فكانوا يدعون برنابا زفس أو ديوس وبولس هرمس، ودي فعلا شخصيات يونانية أو يعني أساطير يونانية، الهرمس ده والزيوس معروفين، إذ كان هو المتقدم في الكلام لأن الأسطورة بتقول هرمس يتكلم كتير، زيوس أقوى بس ما يتكلمش مثلا. فلاقين بولس هو اللي بيوعظ يبقى ده هرمس، وبرنابا كبير شوية يبقى ده زيوس. فأتى كاهن زفس ده الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. حصل مصيبة بقى، لأن مش ده اللي بولس عاوزه خالص ولا برنابا. جابوا ثيران وأكاليل وهيعملوا لهم احتفال، دول آلهة، الآلهة شرفونا. فطبعا كده بدل ما يؤمنوا بالمسيح دول بيأكدوا المفاهيم الوثنية وداخلين في سكة غلط خالص. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مض قصيبهما. الحركة دي يبدو لها يعني معنى عند الجموع، اعتراض شديد، لأنه ساعات صوتهم ما يبقاش طالع في الزحمة، لكن لما يشقوا هدومهم
دي حاجة لا تليق بالآلهة، أو يعني تؤكد إن دول بشر طبيعيين بقى مش آلهة، يعملوش كده الآلهة حسب تفكيره. واندفع إلى الجموع صار الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ إذا لو بولس وبرنابا كل اللي يهمهم يلموا الناس حواليهم كانوا ساقوا فيها وعجبهم الحال، وهو الناس بتهلل لهم ومحدش يقدر عليهم بقوا آلهة. إنما هم خدام المسيح، هم مش عاوزين ناس، مش عاوزين كرامة، مش عاوزين شعبية، مش عاوزين مجد أرضي، مش عاوزين يسرقوا مجد ربنا. فصرخوا بشدة لأن هم حاسين إن هم بيغلطوا في حق ربنا لو سابوا اللخبطة دي تمشي، واعترضوا بصراخ على ما يحدث. لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم. وكلمة بشر تحت آلام دي بتتكرر في الإنجيل، لأن ده عارفين لما نقول ده أصله بني آدم طبيعي، بني آدم طبيعي كان يقولوها بشر تحت آلام. تحت آلام يعني البني آدم العادي من سماته الطبيعية كبني آدم يتوجع يتألم. فمثلا القديس يعقوب يقول: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا. إيه تحت الآلام؟ يعني عاوز يقول إنسان طبيعي، إنسان عادي، إنسان ضعيف. فكلمة تحت الآلام دي تدل على الطبيعة البشرية. حتى ربنا يسوع له المجد تحت الآلام، يعني تألم وتوجع وبكى وحزن وجاع. فهنا من ناحية ناسوته، ناسوت طبيعي تحت الآلام. فقالوا: نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل. يبقى هم بقى سموا كل الهوسة دي، الهيصة دي، أباطيل، دي أساطير، إلى الإله الحي. ما فيش حاجة اسمها إله زيوس والإله هرمس دي أباطيل. الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. في بعض الفلسفات أو الشعراء زي ما هنشوف قدام كده في أعمال 16، في بعض الشعر اليوناني زي مثلا أخناتون زمان في مصر، كان في نوع من الإشارة إلى إله واحد. في تاريخ الشعوب الحضارية أو الحضارات القديمة كان دايما في إشارات إلى إله واحد، بالرغم أن العقلية المعتادة تعبد آلهة كتير، لكن الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يعني في كل جيل في ناس زي اللي بتقرب شوية من الحقيقة، وغالبا الشيطان بيخلي الناس تقاوم هذا التعليم، لأن الشيطان من جيل لجيل بيقاوم الحقيقة. فهنا قالوا: الإله الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده تعبير ينسب إلى الفكر اليوناني في بعض فلسفاته. الذي في الأجيال الماضية، يبقى ابتدوا يتكلموا عن ربنا وينقضوا فكرة أن في آلهة أخرى، وأن الآلهة الأخرى دول يتشبهوا بالبشر وكل الأساطير دي. ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم. تركهم هنا مش بمعنى رماهم، لا، تركهم يعني تركهم لحريتهم. يعني الأمم اخترعوا أساطير وصدقوها، اخترعوا آلهة وعبدوها، والله ترك الأمم في جميع طرقهم، يعني ما بيخصبش حد على حاجة، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد. يعني لو بصيتوا حواليكم تلاقوا أن في شواهد لوجود الله الحي الواحد في كل جيل وقدام كل عين. الله لم يترك نفسه بلا شاهد، يعني دائما يترك لنفسه شهود وشواهد. في أدلة؟ أيوة طبعا في أدلة. هو أنت لما تقول السماء جميلة والأرض والطبيعة والكون، والكون ده محكوم بأنظمة وقواعد وقوانين العلم لغاية النهاردة بيكتشف فيها، طب ما هو مين اللي حط الأنظمة؟ هل ده كله ده يطلع عشوائي؟ مين العاقل اللي يقول حاجة منظمة جدا تطلع عشوائي لوحدها؟ ده احنا مش عارفين بعقلنا ننظم حاجة عشوائية. كم وكم لما يكون الكون محكم جدا بأمور دقيقة دقة متناهية، والعلماء بيذهلوا كل ما يدرسوا الفلك ولا الجيولوجيا ولا، يجدوا ان التفاصيل يعني عجيبة جدا. فازاي ده كله لا يدل على وجود خالق ووجود مدبر ووجود عقل منظم بينظم الكون كله؟ ده الطبيعي، ده البديهي. فهنا شواهد وجود الله الواحد شواهد كثير.
مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، هو بيكلمه ناس بسطة، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. اللغة دي تناسب الناس البسطاء. كان أنبا بخوميوس يحكي لنا في أفريقيا مثلا أنه من لمجرد تكلم الناس البسطة تقول لهم شايفين المطر ده ربنا اللي بعته، قول له مطلع الشمس دي ربنا، يقوم يحبوا ربنا على طول كده بالبساطة دي، لأن يمكن ما كانوش بيفكروا مين اللي بعت المطر، مين اللي طلع الشمس، مين اللي بيخلي الأرض تطلع زرع. مجرد تتكلم في الأمور الطبيعية تجد القلب البسيط يقبل. فالإنسان البسيط الرسالة البسيطة تنفعه، وعشان كده ربنا يسوع قال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها إيه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. هكذا صارت المسرة أمامك، وهي على بساطتها هي دي الحقيقة فعلا، أن ربنا محب البشر عامل كل حاجة حلوة عشان البشر. مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. يبقى إيه؟ الأكل ده من ربنا، والثمر والشجر ده من ربنا، المطر ده من ربنا، يبقى ربنا كل دي شواهد عنه ببساطة. وبقولهما هذا، لما صرخوا في الناس وقالوا احنا مش آلهة، ودي يا جماعة أباطيل، وما فيش غير إله واحد، وإله خلق السماء والأرض والبحر، وهو اللي بيدينا كل الخير، كف الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهم. يعني وقفوا الناس بالعافية إن هم يكملوا الحفلة اللي عاوزينها دي ويذبحوا لهما كآلهة. شوفوا قد إيه الناس طلعت بيهم يعني، وتصوروا إن هم آلهة وهللوا لهم وهيصوا لهم وكادوا يذبحوا لهما. شوفوا الآية اللي بعدها التطرف الثاني خالص. ثم أتى يهود من أنطاكية وأيقونية، هم أساسا خارجين من أنطاكية، وأنطاكية فيها نهضة بس فيها يهود متغاظين من بولس وبرناب، وأيقونية اللي كانوا دخلوها وبرضو إيه خرجوهم بالعافية. اتجمعوا اليهود دول مع اليهود دول ووصلوا البلد دي اللي اسمها ليسترا دي، اللي كان عامل لسه فيها المعجزة بتاعت المقعد. فاليهود دول جم وطريقتهم الخبيثة المعتادة قلبوا دماغ الناس. الناس اللي كانت لسه بتهلل وعاوزة تقول بولس ده إله ويلا نعبده، قالوا لهم بولس ده مجرم يلا نموته. وهكذا الإنسان الغير ناضج أو الإنسان الهوائي أو اللي يتأثر بأي حاجة تلاقوه يجيب من الشرق للغرب كده. أقنعوا الجموع، أقنعوهم بإيه بقى؟ أقنعوهم إن بولس وبرنابا دول هيضروكم، ودول ناس فاسدين، ودول ناس مجرمين، ودول ناس وحشين، وحتى لا قضاء ولا قانون. فرجموا بولس، لأول مرة نسمع بقى الكلمة دي. إحنا لسه من كام آية عدد 5 بيقول حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعر به فهرب. طب يا رب، يعني في نفس الإصحاح كان في محاولة رجم خلتهم يكتشفوها ويهربوا، ما فاتش كم يوم تيجي محاولة رجم فيترجم. احنا كنا فاكرينك يا رب كل مرة هتيجي المحاولة قبل ما تتم تهرب رسولك بولس عشان الكرازة. لا، ربنا مش بيكرر نفسه، مرة يهرب ومرة يقع. طب زي ما شفنا في إصحاح 12 فاكرين لما قلنا يعقوب قطع رأسه بالسيف، بطرس جه عنده قال له لا مش كل مرة زي التاني، ومنع هيرودس وهيرودس هلك وبطرس عاش. هنا بولس نفسه مرة يطلع من مؤامرة رجم ومرة تاني يترجم. إذا مش معنى النجاة على الأرض إن النجاة هتدوم على طول، لا، ربنا ممكن يسمح لك بنجاة من مشاكل ويسمح لك في وقت تاني بمشاكل، يسمح لك براحة وخلاص مؤقت، ويسمح لك بتعب وتجارب، ودي خير ودي خير. الأولانية كانت فرصة يدخل لسترة ويوعظ ويقوم المقعد وناس كتيرة تؤمن، والتانية هتجيب خير لأنه بعد الرجم على غير المتوقع هيقوم من الموت أو هيعيش تاني.
ولغاية دلوقتي سر يا ترى الراجل ده مات وقام ولا ما تمش موته قوي. في بعض الآباء قالوا مات وقام، لأنه هنا حسب النص بيقول رجموا بولس وجروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. ظانين تقول يمكن دخل في كومة أو في غيبوبة والناس افتكرته ميت. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، برضو الكلمة دي ممكن تبقى قام يعني من الأموات. يا ترى إيه اللي حصل بالضبط؟ سر من أسرار هذا الرجل القديس، لأن قال في ميتات مرارا كثيرة. لما لخص حياته في الآخر قال أنا ما عدتش كم مرة مت، يعني من أجل كانوا مات كل النهار، إحنا من ناحية الموت كنا مستعدين نموت كل يوم. فيعني هو ما كانش بيعد، مش فارق معاه يموت ولا ما يموتش، إن عشنا للرب نعيش، إن متنا فللرب نموت. يجوز زي ما حصل في حياة قديسين كتار كانوا بيموتوا ويقوموا من أجل أن رسالتهم ما خلصتش، ويجوز يكون قارب الموت لكن ربنا حفظه فيكون قبل ما مات حتى لو ظنون أنه مات يقوم من الموت. فإحنا في الآخر في إيدين ربنا، هو عارف إمتى ياخد الروح عنده وإمتى يخليها تكمل رسالتها، وكله في الآخر خير. جروه خارج المدينة ظانين أنه قد مات. برضو الواحد لو تأمل كده القديس بولس وهو بيترجم فكر في إيه؟ يمكن مخه راح لاستفانوس حبيبه، أو الاستفانوس ده اللي أثر فيه من كام سنة لما شافه بيترجم وقال كويس أهو أديني وصلت لنفس المصير واستحقيت أن أنا أكون زي استفانوس اللي كنت إيه واقف وشاهد على قتله وراضي بقتله، أديني وصلت أن أنا بقيت زيه. يجوز فكر كده، يجوز بص للسماء زي استفانوس يدور على المسيح اللي ظهر لاستفانوس في اللحظة دي عشان يقول له إيه أنا كمان اقبل روح. يجوز صلى من أجل الذين يرجموه وقال أعمل زي استفانوس، يا رب لا تقيم لهم هذه الخطيئة. يجوز وهو بيترجم بقى يقول له يا رب اقبل روح، أنا يعني غلطت كتير لكن أهو بموت عشانك. يا ريت يمكن كان بيصلي للناس يا رب فتح عينيهم عشان يعرفوك، حتى لو أنا مت بس بيعرفوك، أو يا رب حافظ على برنابة أستاذي وأخويا وأبويا وكمل خدمته هو. القديسين ما بيخافوش من الموت، لكن مشاعرهم في لحظات الاستشهاد مشاعر راقية جدا وجميلة وتعبر عن حياة مقدسة بجد. لا واحد خايف على عمره ولا بيدعي على اللي بيموتوه ولا فارق مع الظلم اللي بيحصل، لا هو في ايد ربنا فمش منزعج. وحتى لو ايه يعني قطعوا جسمه روحه محدش يقدر يقرب منه. أقنعوا الجموع فرجموا بولس، برضو كلمة أقنعوا الجموع ممكن أنتوا نفسكم تتضايقوا تقولوا إيه الجموع دول اللي يقنعوهم برجم إنسان بالسهولة دي، وإنسان لسه عامل معجزة قدام أعين آلاف ومحدش قدر ينكر المعجزة. إزاي الناس ممكن تتأثر إلى هذه الدرجة؟ الحقيقة هو ده اللي بيحصل كل يوم، إن في ناس تبقى قدامها الحقيقة واضحة زي الشمس وبشيء من الإقناع يقولوا الشمس مش موجود ويقولوا عكس اللي هم شافوه بالضبط ويقتنعوا بالكلام الغير حقيقي وتصل إلى رجم الأبرياء. كل ده وارد في التاريخ وفي كل زمن. ظنين أنه قد مات ولكن إذ أحاط به التلاميذ، يعني زي رموا جثته كده، فراحوا التلاميذ طبعا المؤمنين التفوا حواليه غالبا عشان يدفنوه عشان يبكوا عليه عشان يشوفوه عايش ولا لا، لقوه عايش. قام ودخل المدينة وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة. في الغد ده الرجم لو واحد عاش منه ياخد له 3 شهور نقاه، يعني إذا كان هيعرف يمشي تاني ولا يتنفس تاني. تاني يوم على طول يبقى واضح إن في شيء من المعجزة، حتى لو ما كانتش معجزة إقامة أموات تبقى معجزة شفاء، لأن الرجم ده عملية صعبة جدا وقاسية جدا. وكتير من الآباء الأوائل اترجموا، منهم القديس يعقوب، مش ابن زبدي، يعقوب الثاني ابن حلف، ده اترجم ومات شهيد بالرجم، والقديس استفانوس ويعتقد أرميا النبي.
ففي شخصيات عظيمة ماتت بالرجم. وفي الغد خرج مع برنابة إلى دربة. طب ما دربة جنب لسترا، يعني نفس المنطقة المشبوهة دي، طب ما يرجموك تاني، هو مش فارق معاه. فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين، مكمل عادي خالص، ولا كأنه إيه يعني كانت بس إيه دور انفلونزا ولا حاجة، يعني ما فيش حاجة اختلفت. واحد بعد ما شاف الموت بعينيه والشرر في عينيهم والطوب نازل على دماغه والوجع والدم بيتنطور منه، لو هو إنسان طبيعي عادي يعني يخاف ينزعج ياخد جنب يهرب من البلاد دي يختار خدمة سهلة، إنما ولا كأن حاجة حصلت، كمل في البلد اللي جنبها. وتلمذ كثيرين وعلمه وعملوا معجزات وعادي. فبشر في تلك المدينة وتلمذ كثيرين، ثم رجع إلى لسترا. نشوفوا بقى الأدهى، رجع لنفس البلد اللي ترجم فيه. طب ما هم نفس الناس اللي رجموك لسه موجودين، ولو شافوك ماشي على رجليك ما يمكن يرجموك تاني. فهو مش فارق معاه. لسترا وأيقونية وأنطاكيا، يعني الثلاثة اللي تعذب فيهم أو تبهدل فيهم، ثلاث بلاد اللي هم إيه كانوا فيهم المشاكل، اللي اليهود بتوعهم بيهيجوا يقلبوا الدنيا. يشددان أنفس التلاميذ، شوفوا كل اللي كان شاغل القديس بولس والقديس برنابة، أن كتير من التلاميذ انزعجوا لما لقوا أبوهم التلميذ العظيم القديس بولس بيترجم. ممكن ضعيف النفس يتشكك ويقول ليه ربنا سابه؟ وليه ربنا ما عملش معجزة؟ وليه ساب الوحوش دول؟ هو قال التعبير ده، حاربت وحوشا في أفسس، ليه سابهم يعني يغلبوا؟ ففي تلاميذ بيتهز إيمانهم بسبب الظلم والقسوة وبسبب اللي ممكن يحصل من الاستشهاد أو من الآلام. يقوم كل اللي يشغل القديس بولس وبرنابة يقول لهم ودينا قدامكم حصل إيه، يعني ربنا يقدر يقومني تاني من الموت، وربنا قادر على كل حاجة، وإحنا في نفسنا في إيديه، وما تخافوش. ويقعد يقول لهم المسيح قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر، وأريكم ممن تخافوا، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. ويكلمهم كلام ربنا يشددوهم. ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان. يبقى مع موجة الاضطهاد والضغط النفسي والإرهاب اللي ممكن يحصل، دور التلاميذ والخدام والرعاة أن يشددوا نفس التلاميذ بموضوع واحد، موضوع أساسي، إثبتوا في الإيمان، لأنه أهم ما في التجارب إيه؟ الإيمان، الثقة أن ربنا موجود بالرغم من اللي بيحصل، وأن ربنا شايف بالرغم من اللي بيحصل، وأن ربنا عارف، وأن ربنا سامح، وأن ربنا له معاد، وأن ربنا هيتدخل، وأنه كله خير، وأنه ده مكسب لينا. عاوز إيمان، ده مش بالمنطق ولا بالعقل. مين بقى اللي يثبت في الإيمان لما يلاقي كل الظلم والاضطهاد ده ويفضل يقول ربنا موجود وربنا طيب وربنا عارف بيعمل إيه؟ وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يبقى درسين مهمين قوي لما نشوف الظلم والقسوة والاضطهاد وموت القديسين، في درسين مهمين قوي. اثبتوا في الإيمان. اثنين، مدى العادي. العادي يعني ايه؟ بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يعني الشخص اللي شايف بولس بيترجم يقول الله ده إذا كانوا بيعملوا كده في بولس هم اللي هيتعمل فيه ايه؟ إذا كان بولس عشان يدخل السماء وهو بيحب ربنا بيحصل له ده كله، طب وما لنا يحصل لي ايه؟ إذا كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ إن كانوا قد فعلوا هكذا بالعود الرطب فماذا يفعلون باليابس؟ فهنا قال لهم بصوا، هي قاعدة، أي حد هيدخل السماء لازم يعدي على ضيقات. الضيقات دي يا ترى اضطهاد ولا مرض ولا ظلم ولا خسارة ولا آلام نفسية ولا آلام جسدية، إنما هي كده كده الباب الطريق ضيق، أو الباب ضيق والطريق كرب.
ربنا يسوع يقول ادخلوا من الباب الضيق، ادخلوا منه. لما تلاقي باب واسع وباب ضيق، ده اللي يدخل على السماء، ده ما يدخلش، ده يدخل جهنم، لأنه واسع الباب ورحب الطريق المؤدي للهلاك، وكثيرون يدخلون منه. يعني الناس بتدور على الراحة والكرامة والأكل والشرب وسيرة الناس والعظمة الأرضية، كل ده باب واسع. مين بقى بيدور على الصوم وعلى الصلاة وعلى خدمة الناس وعلى التعب وعلى الطهارة والنقاوة والبساطة؟ ده كل ده ضيق. مين يدور يدي؟ ما كل الناس بتدور تاخد، ده الباب الواسع. اللي بيدور يدي ده باب ضيق. مين بيفرح ان ظروفه ضيقة ويشكر عليها؟ ده باب ضيق. مين اللي معترض دايما حتى لو الظروف سهلة؟ ده الباب الواسع. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. طب ليه يا رب؟ ليه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله؟ ليه وانت بتحبنا قوي كده ما ندخلش الملكوت بالسهل عن كده؟ طب ما انت شلت الضيق لما اتصلبت، شلت الخطية كلها، دفعت الثمن. ليه بتسمح ان احنا كمان لازم ندخل بضيقات؟ اولا، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء حكمته. لكن اللي احنا فاهمينه انه الضيقة بتطلع احسن ما فينا، والضيقة اختبار ايمان. يعني الايمان لا يمتحن لما تبقى الدنيا سهلة. فين الامتحان؟ مفيش امتحان طول ما الدنيا سهلة. لكن الامتحان اللي يفرز الكويس مش من الوحش، اللي عنده ايمان من اللي ما عندوش ايمان، هو امتحان الايمان، والامتحان ده ضيقة. انت مصدق ان ممكن تبقى الدنيا ملخبطة ومظلوم في الدنيا وتعبان قوي، ولسه مصدق ان ربنا بيحبك؟ اهو ده الايمان. ولسه مصدق ان في حياة ابدية مستنياك فيها الراحة الابدية؟ هو ده الايمان. ولا سبت الايمان وقلت الظاهر ضحكوا علينا؟ لا، يبقى انت كده ايه، دخلت من الباب الواسع. الضيقات كمان مدرسة للصلاة. لما الواحد بيتضايق بيجري على ربنا. يمكن ناس كتيرة طول ما الدنيا سهلة صلواتها ضعيفة قوي، لكن لما ينضغط بشدة يصرخ، ومش هيلاقي بشر يسمعوه فيصرخ لربنا، وده طبعا بيخلي الواحد يقرب من ربنا. الضيقات تخلي الإنسان مش متمسك بالدنيا، مش فارق معاه، تروح منه. إنما لما تكون الدنيا سهلة يفضل شاريها وماسك فيها ومتشعلق فيها ومش عاوز يسيبها، ويتخانق على حقه فيها، ويزعل على القرش اللي يروح، ويزعل على الكرامة اللي بتتخدش، كل ده لأنه ما اتضايقش كفاية. إنما لما يتضايق كفاية يتوضب بشوية تجارب، لا تفرق مع كرامة ولا يفرق مع فلوس ولا تفرق مع أكل وشرب، خلاص خلاص كل ده يرخص، يبقى كده بيتجهز للسمع. فبضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. أما لو جت الضيقات من جهة ناس، يقول القديس بولس في رسالته الثانية لتسالونيكي: لأنه عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وأنتم الذين تتضايقون يجازيكم راحة معنا عند استعلان ربنا يسوع من السماء. يعني إيه؟ لما واحد يبقى معتدي وظالم، واحد مظلوم محتمل، واحد متضايق والتاني مفتري، ما هو ده بيعمل فرز طبيعي في الآخر، إن اللي احتمل الآلام زي المسيح المصلوب بصبر بإيمان وبشكر وفضل على سلوكه المسيحي اللي كله حب ونقاوة، كده يعني عادل عند الله إن جزائك محفوظ لك. بقى أنت كده صلبت مع المسيح، يلا قوم مع المسيح، انتصر معاه لأنك أنت عبرت الصليب معاه. والتاني ما هو كمان حكم على نفسه بهذا الظلم والافتراء، إنه ربنا لازم كمان يعدل في الآخر وياخد بحق المظلومين. فيبقى الحركة دي اللي فيها ظلم شديد واحتمال شديد عملت الفرز،
المحتملين المعترفين الشهداء المظلومين المتألمين من أجل المسيح، يا بختكم. أما على الناحية التانية يا ويلكم، لأنه ربنا هيفضل عادل في الآخر. يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان وأنه بضيقات كثيرة. برضو كلمة كثيرة دي، طب ما ضيقة واحدة كفاية. لا، ضيقة واحدة يمكن ما تبقاش ضيقة كفاية، أصل الضيقات دي زي الجرعة، يعني لو خدت الدواء بس بجرعة غير كافية مش هتخف، لازم تاخد الدواء بالجرعة المناسبة، والجرعة دي بقى ربنا حاسبها الواحد واحد. ففي واحد يقطع معاه قرص واحد، في واحد لازم ياخد له علبتين مثلا عشان الدواء يشتغل. ربنا عارف مين ينفعه ايه، وشكلها ايه التجربة، وفترتها قد ايه، ومستواها ايه. عشان كده يقول القديس يعقوب: احسبوا كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. متنوعة يعني هنا بولس بيقول كثيرة، ويعقوب بيقول متنوعة، لأنه أنواع أشكال وألوان الضيقات دي. لكن حط معاها ينبغي، يعني إيه؟ لازم، لازم منها. ربنا يسوع سبق وقال: في العالم سيكون لكم ضيق، لازم، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويحمل صليبه، لازم ضيق. وانتخب لهم قصوصا. هنا نتعجب أنه ايه النفسية دي، اللي قايب من الموت واللي معرض للموت كل يوم واللي فيه تهديدات عليه واللي يعني الناس كارهينه وبيشدد الناس، وكمان بينتخب قصوص وبيرسم قصوص وبيكبر في الكنيسة. هو ده اللي قاله المسيح: دعوهما ينميان معا، الحنطة تكبر والزوان يكتر، وماله الكنيسة تفضل تمتد ويترسموا كهنة والخدمة تكبر وناس كتيرة تؤمن في الوقت اللي الاضطهاد شغال والضيقات شغالة والظلم شغال، وده ماشي وده ماشي، وهو ده شغل ربنا. ما تتعجبوش، لأن دي طريقة ربنا. دعوهما ينميان معا، سيبوا الزوان يزيد وخلينا احنا في الحنطة بتاعتنا لما تزيد. فانتخب لهم قصوصا في كل كنيسة. يبقى القديس بولس بالرغم من الاضطهاد اللي وقع عليه لم ينسى دوره الرعوي والكرازي، انه لازم يسيب كهنة تتابع ايمان الناس وتكبرهم وتثبتهم، عشان هو هيرجع انطاكيا ومش عارف السنة الجاية هيكون في انهي بلد. ثم صليا باصوام، زي ما ابتدى اصحاح 13 حكاية صلاة وصوم قبل وضع اليد، هنا صلاة وصوم قبل وضع اليد. وضع اليد يعني رسامة كهنة، هو اترسم كأسقف في اصحاح 13 وهنا بيرسم كهنة في اصحاح 14 بالصلاة والصوم. واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به، يعني بيسلموا عليهم عشان ايه؟ يرجعوا انطاكيا. عرفوا ان ايه الرحلة دي، دي الرحلة الاولى، كل اللي فات ده اسمه الرحلة التبشيرية الاولى، اصحاح 13 و14. خرجوا من انطاكيا وراجعين لانطاكيا يقدموا تقرير للكنيسة، والرحلة دي خدت أكتر من سنة، يعني هي اسمها رحلة بس هي ممكن تبقى سنتين ثلاثة. استودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به، يعني هم بيودعوهم بيقولوا لهم إيه؟ أنتوا في إيد أمينة، أنتوا في إيد ربنا، فحتى لو ما عرفناش نجي لكم تاني ما تخافوش، لأن ربنا أبوكم وأبونا مسؤول عننا كلنا. فاستودعاهم يعني ودعاهم، لكن في يد الله، يعني فين منها الوداع ومنها الإيداع. الإيداع يعني انتوا ايه؟ وديعة في إيد ربنا. ولما اجتاز في بيسيدية أتى إلى بنفيلية وتكلم بالكلمة في برجة، ثم نزل إلى أطاليا، ومن هناك سافر في البحر إلى أنطاكيا، حيث كان قد أسلم إلى نعمة الله للعمل الذي أكمل. يبقى لف الرحلة راجعين لأنطاكيا، وفي كل بلد برضه بيبشروا لغاية ما رجعوا أنطاكيا اللي طلعوا منها من الأول، وابتدوا الرحلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.